رفعت السلطات الأوغندية حالة التأهب الأمني في البلاد بالتزامن مع إصدار السفارة الأمريكية في كامبالا تحذيرا من وقوع خطر إرهابي مشابه لما شهده مركز وستجيت التجاري في العاصمة الكينية منذ أسابيع. وانتشرت قوات الأمن بالقرب من الأماكن الحيوية ودور العبادة والأسواق التجارية، وبدأت عمليات تفتيش دقيقة للسيارات والأفراد كإجراء احترازي. عندما نعلم أنه قد يشبه سيناريو هجوم وستجيت، فإننا نقول لأنفسنا إن هذه الأماكن هي التي يجب أن تكون أكثر حماية، لكننا لا نتوقف عند هذا الحد، فربما يكون الهدف هو التضليل، وبالتالي نوسع خطتنا لتشمل دور العبادة والكنائس وبعض الأماكن المزدحمة. وقتل 70 شخصا في هجمات شنتها حركة الشباب الصومالية على كامبالا عام 2010، وكانت أوغندا إلى جانب كينيا قد أرسلت قوات عسكرية لمساعدة الحكومة الصومالية في حربها ضد الجماعات المتطرفة.